أعزائي الكرام، أعزائي العشر الكرام، هاد القصة وقعت في 14 ماي 2022. سميتي محمد علي، عمري 25 سنة، من اللي انطوائي وعزيز عليا القراية. كنت دائما في الابتدائي والإعدادي تنجي أنا الأول، باقي عاقل في الليسي. كنت في واحد القسم فيه غير ولاد وبنات الأساتذة، وفي نتائج الدور الأولى زيد أنا الخامس، واخا جاي في الامتحانات حسن منهم. درت طيارة المالين الدار المدير، حتى جيت وبدلت المدرسة حيت عارف فيها الفرزيات. وسبحان الله العظيم، من صغري ما نسمح في حقي، ما نحمل اللي يقلل مني ولا يظلمني ولا يظلم شي واحد قدامي. ساليت قرايتي، تخرج مهندس سلك زراعة، حيت عائلتنا عائلة قديمة، درت الثروة ديالها غير من الزراعة وتطويرها، وقدرنا نصدروا المنتوجات الزراعية ديالنا لأكثر من 64 دولة في العالم. وطموحنا باقي كبير في الاستثمار، شرينا مزارع في الأرجنتين وكوستاريكا والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والسنغال وكولومبيا، المهم مستمرين في الدول الزراعية. بينات قلوب اللي كنت مدوزة على هاد الحساب هذا، وكاينة ميمي. بالعكس، كنت حدودي أغلبية ديال الوقت تنكون تنقرا، وفي العطل الصغيرة تنمشي للفيرمات ديالنا باش نتعلم كيفاش نزرع ونداوي ونقابل كورية البقر والعيودان، ونعطي الدجاج ماكلتهم، ونعرف الامراض اللي تيتعرضوا لها هاد الحيوانات هادي وادويتها. وفي الصيف كنت ديك الساعه تنسافر مع مالي للدار الفيرمات ديالنا اللي على برا، والسبب ديالي اللي خلاني نتعلم لونجلو اسبانيا وما هادوك التسافيرات. والديا عصاميين، قريت في المدرسه ديال المخزن يعني التعليم العمومي، وتخرج من معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، حيت بالنسبه للوالد التعليم الخصوصي غير ضياع ديال الفلوس والبروتوكول الخاوي. وفعلا عنده الحق، حيت قراو معايا شي وحدين كانوا في التعليم الخصوصي، تفوت ليهم اللغه يتلفوا وتيسحب ليهم الهضره بالفرنسيه راه شي حاجة جانيت. المهم، بعد التخرج ديالي دوزت عامين في اسبانيا، عام في البرازيل، وعام في اندونيسيا، ورجعت للمغرب هنا ندور على الفيرمات ونشوف المسائل كي غادا. ومن الصدفه والدي حتى هما جاو تجمعنا، قلنا هذه مناسبه ندوزو رمضان مجموعين والعيد كبير، وديك الساعه ثاني نتفرقوا ونشوفوا رزقنا ونوقفوا عليه. جا خويا وعيالاتو حتى هما، هاد خويا هذا زير النساء من الدرجه الاولى، ضارب الدنيا بركله، ومن صغرو كان عايش الحياه، دوز في المطر الكبار حتى قال بركة، والطنوبيلات كان كل عام يبدل طنوبيل. واحد المحامي ديالنا كان محمق ومسكين مخالفات، وكان ديما يترافع عليه في المحكمة، مرة ضرب بنت، مرة حاصل هو شي جوجات في شي خلا، واخا عندنا الفيرمات عزيز عليه الخلا، فهم تحمق، وكان فاضح راسو، حنا لاباس علينا، حنا عندنا، حنا ديدي، وانت عارف بنادم غير تيسمع عندك الفلوس تيبدا يتملقك باش يتصاحب معك. اما الدريات راه بزاف، من تم وداكشي اللي كنت نشوف عرفت باللي العنصر النسوي او الكائن النسوي تيولي بلا عقل قدام الفلوس. وشحال مرة اتهموا البنات زعما دوك الشلواقات اللي خاصهم في من يلصقوا باللي حاملات منهم، وباللي اغتصبوهم، وفي الاخر تيطلع داكشي كله كذب. دابا مزوج ثلاثة ديال العيالات ومفاهمات، وحدة تركيا حيت كان مشقرة تماك، وحدة كولومبيا، والثالثة مغربية، فهمت كي دار ليها هو عارف كي دار. انا الكونترير ديال خويا لدرجة عمرني شت رئيس الجزائر. وتنعترف بها، كان الاهتمامات ديالي في المراهقة هو الكتب، السفر، ونكتشف المناطق الغابرة. كنت تنتريبي بزاف وتندي معايا صحابي على حسابي، المهم نشوفو بلايص زوينة وندوزو وقت زوين. كان تاني عزيز عليا الحوايج والزرود، وبالخصوص المشاوي. اما الدريات ما كانش عندي الوقت ليهم، واخا تكون تتريني في امان الله وحفظه، حتى تجي شي وحدة قدام تضرب سكوات ليبر، ولكن هيهات ما كنتش تنتسوق. وحيت جيت حتى جيت لبني ملال، ما عرفتش واش جاتني العطفة ولا اللي ما تتعلمش، تنكون مريح في امان الله، تتلقى راسي مأكتيفي البلوتوث ومزنقط، وات ذا فاك، تنقول يقدر غير املو ولا زيت البلدية ديال هنا مجهدة. واحد الصباح بكري مور الفجر، فطرنا الفطور الاول وخرجت ندير جولة على البقر اللي تينتج الحليب. خدام مع راسي تنشوفو مسركل، قلت بالك نهز العود ديالي وندير شي جولة في الفيرما. ركبت في العود وبقيت غادي مسركل، شوية تيبان ليا واحد المنظر، يا سلام يا الله. وقفت وبقيت تنشوف وحده محنيه تتنقي بلاصه ديال النعناع من الربيع الى خي الشمس، وفي الدوره فاش دارت وجهها ابيض وحناك احمر، فاش شافتني هي تقول اش دير هنا سير في حالك، ودارت عطاتني ضرب والو. بقيت تنشوف داكشي عندها مقطبني، نغزت العود وعوجت بحالي، واخا الفيرما ديالنا وحده جرات عليا منها هاني، جاني داكشي في شكال. وقيت الغدا مريحين في الطابله، تنقبوا من الشلايض وتنتسناو شويه تحط، ومع اخر نهار بعدو اي دخول رمضان عندنا عادة نذبحو احتفالا به. شاد السلوى في البورطابل، ها الطبيب البيطري ديالنا جاي هو ومرته وبنته، با با با. وبنته طلعت هي اللي شت الصباح، واخوان جيا من الفوق دايره الحجاب، عاد فهمت علاش جرات وغوتات عليا، حيت خرقت الخصوصيه ديالها. بقيت تنشوف فيها حيت عجباتني، فيها زين الملاليات القح، الفم غوزي والحجبان كبار، والصدر سابق رجليها في الخطوه، الحناك ورديين والعوينات عسليين، والشعر مسبسب،
والفصالة ميريام فارس. حقاش عزيزة عليا، كانت تجي دوز شي ايامات عندنا في اسبانيا وعرضنا عليها واحد المرة الكوستاريكا، راكم فاهمين لاش قلت لكم ميريام فارس. المهم تناكل وتنشوف فيها، وحتى هي مرة نتزيني تلقاها تتشوف فيها. الوالدة عايقة ودارت لي الشوها وعودت ليهم قصة حياتي كلها بالديطاي. هي تضحك وانا تنشوف فيها، تم عرفت باللي قوتها داك الكبد كله تجمع ولا تتبان لي غيري. دخل رمضان وكل مغرب تنتشوفوا حيت تنفطروا مجموعين وتنصليوا مجموعين ونتعشاو مجموعين، والوالدة ديما تحط قدامي الطباسل وتقول كل ولدي راه فلانة هي اللي موجدة الماكلة، وانا تناكل ومبتسم. وفي ليلة نص ديال رمضان فطرنا صلينا التراويح ديالنا، ريحو هما تيوجدوا العشاء. دخلت انا للفيلا لداخل مريح في بيتي، تنقرا واحد الكتاب ومزاك وتنفكر في الاخوان جيا وخالقه غير مع راسي. شويه تنسمع الدقان في الباب، كندخل ها هي داخله. انا تخلعت انا تزعزعت، قالت لي عافاك واش عندك شارجور طيب سي؟ وانا قصت من فوق الناموسيه تنقلب على الشارجور، هزيتو ومديتو ليها. ما هي مادة يديها كي شدت الشارجور، شديت يديها وقلت لها باقا مقلقة مني؟ جاوبتني لا علاش نتقلق منك؟ قلت لها حيت داك النهار شدتك بلا حجاب. جاوبتني لا هذاك النهار انا اللي نسيت ما لبستوش. المهم ما ديرش بالك. وعلى ريحة عباد الله وعلى صوت وعلى وينات، قلبي ديك الساعه تيفركل وشدتني الرعدة وتصنت. صافي مشات فرحت وشديتها من يديها. شوف على بلان باش تعرف شحال كنت ما عايش. رجعت نكمل القرايه في الكتاب، داز شي ساعه هكاك وعاودت رجعت تاني باش تعطيني الشارجور. تم لعب بيا الشيطان وقلت ندير شي مبادره، مع مدات يديها تعطيني الشارجور جريتها هي والشارجور ودرت ليها شدت العمه في الظلمه. كنت نتسنى شي مقاومه شي تصرفيقه شي تغويته، والو يا ابن عمي. هزات راسها بشويه وقالت الا باغيني تزوج بيا علي. وبقيت تنشوف وهي تبوسني وزادت بحالها وانقلب السحر على الساحر. عطني بنت المضافاكر. دست يومين من مورا درت مع الوالدة في الموضوع والخبر انتشر وقررنا نزربو مور رمضان نقضيو الغارات. خطبتها في ليل 27 وحددنا العرس يكون في 13 ماي. ليام تدوز وحنا تنوجدو شحال من مرة تنبغي نعزلها ولو والو ما تتقبطش ليا، مريقلة وعارفة اش تدير. وصلت الوقيتة ودرنا العرس، ستاتي وحاجيب والذبايح والفولكلور احواش عبيدة الرمان هذوك ديال زاكورا ويا صار ضحك عباد الله. داز داكشي يا ليل يا ايه، وانا بجنبها في الكرسي 200 غير بطه. وصلت 6 ديال الصباح، سالينا نمشيو نرتاحو شويه تاني حتى الليل وتكون الكماله، حيت هنا العرس تيكون عندنا فيه 7 ايام. ركبت انا العروسه في اليوروس اللي ما عرفهاش، هي لامبورغيني يوروس ديك الكات كات اييه هادي. محرك انا وياها للفيلا فينا نرتاحو بوحدنا. وصلنا انا اصلا مش الخن والنعاس هالك، دخلنا قص ديريكت بيت الناس حتى حيت الصباط وانا نتلاح نعس واحد الليل الكارطون. وبقيت نسمع الهضره ديك ويلي الراجل الناس وليله عرسنا واش هبلتي علي هو اللي تيصار في عرس من 6 العشيه ل 6 الصباح ويفرق الوينعس الى ما سكت لمو القلب ولا تصوت عليه شي عرق في راسه ويحمد الله ويشكره. انا استلم علم حتى الكومبلي ما حيدتو، جبدت عليه حتى ديك ل 5 ونص ديال العشيه. نوضتني غير واحد المرشاش حمامي، نطلت الطوارئ ومن موراها قلت نحيد حوايجي ندوش. داكشي اللي درت، دورت ليا الوالده باش نوجد راسي تاني انا والعروسه ونمشيو من اجل البروز الليلي التاني. نوضت العروسه نط مقاده بنت المضافاكر حدا غسلت وجهها ورجعت. انا درت هروب ماكر للدوش ندوش، ما خرجت من الدوش جاي لبيت الناس عرفتي خاطري ما حاملش وشدني الخلعه وصريصره والحزقه ودوخه. المهم كلشي تيتجمع لي واحد الاحساس بشكال الاخوان. ما دخلت لقيتها واقفه حسكه وهي تقول لي كيفاش هسي علي بغيتيني اليوم حتى وانا برز بنت؟ بديت انا تنضحك وقلت لها مالك زربانه بحال لا مقطع لك الاكسجين خاطري وانا اللي ما عمرني شت رئيس الجزائر ومبرد. الله يديك داكشي راه تيبغي الواحد يكون مرتاح وجلستو وطقوسو هي شنو هو جلسه وطقوس تما لا حضره قناويه. جات قاصداني يجر لي الفوطه، ما كاينلاش نضرك راه مرتاحه يا والله. بقيت تشوف وبقيت تنشوف فيها. المهم ضاعت مومنت فاش تيتسالى الكلام وانا نسمع جمله عمرني كنت نتوقع نسمعها. قالت لي تبك قصير. اتصدمت وتخلعت انا تزيزيت. قلت لها شنو هو؟ قالت لي تبك صغير. عرفتي و تتعواج فمها و تتمرقن بيه وانا يفضل الله راه فليقاتي عرق. والنظريات العلميه والبحوث اللي قريت
النهار كاملين. تخيل معايا العلم تيقول عنق الرحيم 8 سنتيمتر وبعض الحالات 12 سنتيمتر، وانه متوسط طول القضيب شمال افريقيا تيوصل من 12 ل 15 سنتيم، وفي بعض الفئات 16 الى 18 سنتيم، وانا باقي لي نصف سنتيم وندخل للفئه الثانيه وهي تدخل لي طبك صغير. واخويا الا انت عندك بئر كولا تما كل خين ضخم ريانه تم اطلع لي تما من الاخر ومن الفوق اخوان جيهم بانين جاو تقول لي هذا هضره هادي وخسر فلوس صحيحه اخويا سفيان. فلاص ما تسمع كلمه زوينه تحسك برجولتك السيد باقي في حاله سوبات. والحقيقه هو في هذه الحاله هادي ديال السوبات راه تيكون كي شي حبوبه ديال الحرتوكه ولا ام الجلود تيبان كي شي ركبه صغيره اخويا ولكن تحكم عليه بالزربه راه حشومه. اتم عرفت العيشه مع تكون كحله وتبقى ديما تقلل مني واخا ما عرفت اشنو ندير ليها حيت قاري كتب النفس وفيزيولوجيات المراه وفاهم الريد بيلا شنو هي. عرفت هاد خيتي هادي تكون الفا ويدو من الاخر، يا اما كان طايحه مع شي واحد لا باس عليه اكثر مني ومن عائلتي، يا اما كان عنده شي قنو مشبعه بزقاله. تهنيتو هزيت الفوطه رديتها عليه، قصدت البلاكار لبس كاجوال يعني سروال جينو بودي خيط وجاكيت كوير حيت كان البرد شويه. ريحت مع راسي هزيت كونتاكت ليوروس ديالي، هي بقات تشوف ساكته ما زادت تكلمها، ريحت فوق الناموس هي وعارفه اش دارت. فتا شويه وعرفتي مع ديك الصدمه وديك الهضره اللي قالت داك الشيء راه تحمد الله وشكرو فاش ما دوزتش عليها ولا شي حاجه. انظر عندها وباقي عاقل بحال الا يلاه طرات القضيه هذه غير البارح، شفت فيها وقلت لها انت مطلقه ودوري لوالدك يجي يدي. خرجت من الفيلا طالع ليا الدم وعارف الا مشيت للفيرما فين مريحين والديا يبداو عليا بالهضره وحنا عارضين على فلانه وفرت لانا ودير لينا الشوعه وصل عائله وبلا بلا. حدي دورت لك اخويا سفيان وقلت لك تسناني هاني جاي، الطريق ما عرفتهاش كي دازت. وصلت لمراكش وكانت هذيك المدينه هي اول مدينه انصار فيها حياتي، ومن تم ومن ديك الواقعه خرجت من القوقعه ديالي ووليت عايش الحياه. حتى الطبيب النفسي ديالي نصحني نجرب باش ترجع الثقه في راسي، وفعلا جربت وعادي بالعكس تنسولت تلقى اغلبيتهم تيقولوا لي لا عادي نورمال ما صغير ما والو. اما بالنسبه لك خيتي لقيت راسي خاسر تقريبا 46 مليون باش نسمع راه تبي صحيح وفهمت صح اخويا با حاول يتفاهم معايا باش نرجع ليها وامي والواليد والو. انا ما بغيتش حتى اخويا كان متفق معايا حيت الالفا ويدو واخا ما عرفتش اشنو دير ليها. يبقى داك ابراهيم اللي في بالها هو اللي ديما احسن مني بحال الشكل اللي واقع لويل سميت تدخلو عاين باين وتقلل منه في ليزانترفيو وكلمه جوج توباك ما توباك. هو كاع صرف هذاك في الاوسكار حيت طلع عليها ويا حطبانيت نتقلت ليهم ما كانش عليه يدافع عليا ولا يدير داك التصرف العماجي. وتخيل معايا انت مغربيه الفا ويدو هادي غير البديه قالت تبك صغير والعالم الله اللي جاي تقول لك انت ماشي راجل ما تقول لك علاش نصبر لك حوايج كون طيب لك كدا مالي انا امك ووالدك وناسيه ومال ديك امك تدير ومال ديك امك جايه ومال ديك امك كل شويه تدور ومال باك ما يعطيك ومالك انت تعطي لباك وقول لخوك ودير ديدي ما ديدي. هادشي واضح وباين من غير مشاكل. دورات ليا بورطابل وتطلب السماحه وتتبكي وبغات نتلاقى قلت لها ان وزت كملت طلقتها بالثلاثه يا الله يا سيدي في البورتابل باش نتا هي وتحس بالحر اللي حسيت به. عاد ارتاحيت وعايش بخير الحمد لله. اش ثاني شي زواج ونصيحه من عندي واياكم تسمحوا في حقكم ولا تنازلوا عليه تحت اي ظرف من الظروف، حيت غير كلمه واحده تقدر توضح ليك بزاف على الشخصيه ديال الانسان اللي قدام واش يستاهل الثقه تكمل حياتك معاه ولا معاها ولا لا. واياكم راه كلمه واحده يمكن لها تبدل لكم حياتكم يا اما الاحسن يا اما الاكفس. وهنا سالت القصه ديالنا. وما تنساوش ديروا ابوني ولايك للفيديو وتخلي كومونتير في رايكم واش القرار اللي اتخذوا محمد علي صحيح ولا لا، واللي عنده شي قصه وبغى دوز يدخل للجروب فيسبوك يكتبها. اما الدريات دوزو بريفي. حتى الله.